في البصرة الفيحاء كل جراحنا تلم ومنها يقبل الفجر زاهيا. عاد الربيع إلى الفيحاء نشوانا فاستقبلته محبا جاء لهفانا. فبعد غياب دام 40 عاما احتضنت مدينة البصرة صباح اليوم قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 25 في الحفل الذي أقيم بفندق جراند ميلينيوم بحضور وفود المنتخبات 8 المشاركة. وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى بجانب المستضيف المنتخب العراقي والمنتخب السعودي والمنتخب اليمني. في المقابل شهدت المجموعة الثانية تواجد المنتخب البحريني حامل اللقب بجانب المنتخب القطري والإماراتي والكويتي. ويأمل العراق ومن خلفه الجماهير الكروية العاشقة في النجاح في استضافة هذا العرس الكروي الخليجي.